الحرم زمان ما كانش شكله زي دلوقتي، وكان المسلمين بيتعبوا جدا في الحج والعمرة لأن المكان كان ضيق. مش بس كده، ده كان حر كمان في الصيف وبرد في الشتاء، لحد ما الملك فهد سنة 82 جاب شيخ المعماريين المهندس محمد كمال إسماعيل، وكان عمره في الوقت ده 75 سنة، وعمل تصميم رائع للحرم. فكبر حجمه 7 أضعاف حجمه، وحط في الأرضية رخام أبيض اللي بيحسسك بالدفء في الشتاء وبالبرودة في الصيف. وعلى فكرة المهندس محمد كمال رفض ياخد أي فلوس على مجهوداته وتصميمه، ربنا يجعله في ميزان حسناته. محمد كمال إسماعيل ده مهندس معماري مصري، مولود في 13 سبتمبر سنة 1908، وتوفي في 2 أغسطس سنة 2008. من أبرز أعماله توسيع المسجد النبوي في عهد الملك فهد، وكمان توسيع المسجد الحرام في عهد الملك فهد، ومجمع التحرير، ودار القضاء العالي. أما عن حياته الشخصية فهو انشغل عن فكرة الزواج إلى أن اتخذ قرار الارتباط سنة 52، وكان عمره وقتها 44 سنة، وأنجب ابن واحد، والابن ده جاب له حفيدين. ورحلت زوجته سنة 2002. من مؤلفاته موسوعة مساجد مصر على 4 مجلدات، وحصل على رتبة البكوية من الملك فاروق تقديرا لمجهوداته.